أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم منها بخبر أو قبس لعلكم تصطلون.
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم صدق الله.